اهم النقاط اللي توصلنا لها واللي قمنا بالعمل عليها هو انشاء هيئه استشاريه على المستوى الوطني. هذه الهيئه الاستشاريه راح تكون لجان محليه لتضم جميع ممثلي المؤسسات المصغره وحتى المؤسسات المصغره بالشراكه، يعني بالشراكه مع مختلف القطاعات على حساب يعني متطلبات كل ولايه وعلى حساب ما تسخر به كل ولايه. هذه الهيئه الاستشاريه اللي على المستوى المحلي راح يكون ممثل من كل ولايه، من خلالها راح تكون هيئه استشاريه على المستوى المركزي اللي نترأسها شخصيا. هذا الاجراء بالدرجه الاولى حتى نعطوا بلوس داكسي لشبابنا، لانه حتى نكونوا صراحه مع بعضنا البعض، رغم كل التسهيلات اللي قدمها القطاع الا انه حقيقه يعني انشغالات المؤسسات ما يستلحقنا، يعني فيه حتى اون نيميريزي لو سيكتور، يعني اليوم رقمنا القطاع، لكن نجدوا باللي انه فيه الكثير من الشباب يقول لك انا نشكيت، تقولوا اسكو شكيت من في لا بلاتفورم، حطيت شكوى تاعك على مستوى لا بلاتفورم؟ لا، مازال يعني قمنا بكل شيء، بكل الاجراءات اللازمه من اجل رقمنه القطاع 100%. حتى الشكوى تاع الشاب قلتها في العديد من المرات، انه لما تدخل لا بلاتفورم راح يشوفها المدير على المستوى المحلي، راح يشوفها المدير العام، وراح حتى انا كوزير نشوفها يعني يوميا، لكن ما نعرف لماذا شبابنا يونيتيليز با هاد دوتي انفورماتيك، لانه لما تكون شكوى على مستوى لا بلاتفورم من غير ممكن انه واحد يغير فيها.